مشاهدي موقع تلجراف مصر، متابعين مع حضراتكم ولحظه خروج جثمان لاعب نادي الكهرباء محمد عمرو مصطفى. يعني والدته وشقيقته واصدقائه في حاله من الانهيار التام لحظه خروج الجثمان. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا، الاسره منتظره لحظات ويخرج جثمان اللاعب. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا لحظة خروج الأسرة. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا لحظة خروج جثمان اللاعب محمد عمرو مصطفى. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا، حالة من الحزن يسيطر على أسرة الراحل لحظة خروج جثمانه. ما ينفعش تقف. توافقوا كان بتعملوا كده. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا، حاله من الحزن تسيطر على اسره اللاعب محمد عمرو مصطفى لحظه خروج الجثمان. خرج الجثمان الان من مشرحه زلهم ومتجه الى يعني قريته لدفن الجثمان. كان تعرض اللاعب محمد عمرو مصطفى لحادث انقلاب القارب امس خلال التمارين الصباحيه ليه الساعه 9:30. انقلب القارب ويعني وجدوا القارب والمقداف وتم فقد اللاعب. 24 ساعه جهود من قوات الانقاذ المهري للعثور على جثمان اللاعب وتحقيقات من الجهات المعنيه الى ان تم العثور على جثمان اللاعب صباح اليوم الساعة 10:30 بعد 24 ساعة في المية. تم نقل الجثمان لمشرحة زينهم، والآن يعني خرج الجثمان منذ ثواني قليلة إلى يعني قريته لدفن الجثمان. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معانا الحزن اللي سيطر على أسرة الراحل. هناك عدة أسئلة يعني تطرح على الساحة. هل هناك إهمال تعرض ليه اللاعب محمد عمرو مصطفى؟ هل هناك كان في أكواد لم يتم تنفيذها من قبل النادي بالنسبة لسلامة وأمانة اللعيبة خلال التدريبات، وخاصة إن اللاعب يعني أسرته من خلال تلجراف مصر أكدت على إن اللاعب خرج بدون لايف جاكيت أو بدون المدرب الخاص بيه أو بدون لانش خارج يعني معاهم خلال التمارين اليومية بتاعتهم، وده طبعا اللي أكدته صديقته اللي كانت خرجت معاه في نفس الوقت للتدريب. أسئلة كتير بتم طرحها على الساحة عن أسباب يعني وفاة اللاعب. أنت
هتابع طبعا مع حضراتكم على مدار اليوم والايام الجايه تحقيقات الجهات المعنيه في الواقعه والاهمال الذي حدث مع اللاعب محمد عمرو مصطفى ادى الى سقوط القارب دون يعني اسعافه او انقاذه في اللحظات او الدقائق الاولى من سقوطه. مر 24 ساعة على الجثمان داخل المياه حتى تم انتشار الجثمان صباح اليوم. خرج الجثمان من المشرحة واتجه الى قريته ليعني صلاة الجنازة على الراحل ودفنه وسط حزن وانهيار أسرة اللاعب وأصدقائه.